ده كان آخر كلامنا النهاردة ببرنامج الجدعان، ولكن حضراتكم اسمحوا لي قبل ما أنا حالة النهاردة أتكلم عن مشروع التجمعات التنموية في سيناء وادي سعال. 500 فدان لـ100 أسرة مصرية، كلهم من الشباب، شباب زي الورد، خريجين هندسة، حقوق، تجارة، كلهم اختاروا القطاع الزراعي واختاروا المجتمعات أو التجمعات التنموية في سيناء. النهاردة هؤلاء الشباب موجودين في التجمعات السكنية في منطقة وادي سعال، منهم حوالي 20 شاب تواجدوا وتوطنوا وأقاموا بالفعل في هذه التجمعات التنموية، الباقي لسه مجاش، والسبب هو إحنا مش هؤلاء الشباب. لما نتكلم عن مياه ري مش موجودة وبالعافية بتيجي ساعة ولا ساعتين كل 3 أيام، كيف يزرع هؤلاء الشباب؟ لما بنتكلم عن مياه شرب بيضطروا يشتروها بالمتر، والمتر بـ100 جنيه. إحنا المفروض عملنا مجتمعات تنموية وكلفناها ملايين الجنيهات، بيوت وأراضي وبنية أساسية، فاضل شباب مصر روح يتوطن فيها، والشباب كلهم طموح وإيمان وعندهم القدرة على زراعة هذه الأراضي. ده كلهم 500 فدان، وكمان حطوا اللي وراهم واللي قدامهم. شاب من هناك بيقول لي أنا صارف أكتر من 500,000 جنيه، ده محاسب على فكرة، قال لي أنا صرفت 500,000 جنيه. وشاب تاني هندسة معلومات قال لي أنا صارف أكتر من 600,000 جنيه. كيف يترك هؤلاء الأبطال في قلب صحراء وادي سعال؟ يجب مساندتهم. ده كان آخر كلامنا النهاردة ببرنامج الجدعان. انتظرونا غدا الجمعة الساعة 7 مساء على قناة القاهرة والناس 2 وبرنامج حضراتكم الجدعان.